رسائل غضب جديدة من أمهات جنود إسرائيليين تلفها موجة من الإحباط بسبب عودة أبنائهم للقتال في مناطق بقطاع غزة كانوا قد انسحبوا منها سابقاً، حيث أكدن أنهن لا يثقن بالقيادة الإسرائيلية بحسب صحيفة معاريف. عدم اتخاذ القرار بشأن اليوم التالي يؤدي إلى مقتل أبنائنا. تتفطر قلوبنا عندما نرى كيف يدخل الجنود ويقتلون ويصابون مراراً وتكراراً في ذات الأماكن التي انسحبوا منها سابقاً. إن حياة أبنائنا يتم التلاعب بها سياسياً. ومع مطالبات مستمرة في تل أبيب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعادة الأسرى، وسائل إعلام إسرائيلية وصفت مفهوم اليوم التالي للحرب بالمبهم، وهو ما رد عليه مصدر بالجيش بأنه لا يملك حلولاً سحرية للقضاء على حماس واستعادة الرهائن وتحقيق النصر المنشود، خاصة مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء من مناطق شن عمليات فيها بسبب عودة أنشطة حماس فيها على حد زعمه. وكان عضو لجنة الخارجية والأمن بالكنيسة عميد هليفي قال سابقاً إن الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان قدم خطة غير واقعية وأن حماس لم تختفي. والآن وبحسب صحيفة معاريف فإن هناك انتقاداً شديداً للمؤسسة الأمنية والسياسية بإسرائيل بسبب بدء الحركة في العمل على استعادة قدراتها بالأماكن التي عمل فيها الجيش خلال توغله البري.